بشارة الحقيقة أهلا وسهلا فيك بسيزن 3 من World Art Collector Incubator. وسؤالي لك كيف عرفت فينا وكيف شاركت بهالمسابقة؟ إذا فيني أقول عنا الفريدة من نوعها بلبنان وربما بالعالم العربي فيما يتعلق بالفنانين والفنانات اللي بيرسموا واللي بينحتوا. Very true فريدة من نوعها. هلا انا ماني كثير فيرست بالشو عم بيصير بالماركت، بس حبيت الابروتش تبعك وخصوصا مع شويه الانتربريتيشنز اللي بيطلعوا فيها من وقت لوقت الارتست تبعكم عن مواضيع معينه بتطرحوها. اي لاف ذا. هلا كيف عرفت فيكم؟ بعتقد انا بحوالي كريسماس كنت عامل سمول اكزيبت لالي. انا عندي محل ديديكيتد لهالشيء، سو اجت لعندي صديقه اسمها ساره ابو مراد وهي قالت لي عنكم. اي ثينك يا ات واز ساره، سو اي جوينت وات ايفر الانستغرام جروب وشفت بعدين انه في كومبيتيشن. قلت وين اوت ليتس جو انتو جريت. قد ايش صرك بالفن؟ براكتيكلي من وقت ما خلقت، بس كنت شوي اوف ذا انتروفيرت تايب، يعني ما كنت اي نيفر ديسبلايد اني ثينج وما كنت اقبل بيها. بعدين يمكن with age I don't know a bit of support عم بطلع شوي. هلا انت عامل اركيتكت؟ يا انا تخرجت اركيتكت. قد في ارتباط بين الاركيتكتشر وبين الفن، يعني كرسم كنحت اي شيء بتعلق بالفن التشكيلي؟ انا بحس انه الارتباط اكثر بالنحت، لانه السبيشال بيرسبشن تبع الاركيتكت. هلا علما انه انا تخرجت ب96 اركيتكت، ما اشتغلت بحياتي اركيتكت لاسباب يعني قصده ما كان بدي اشتغل اركيتكت. بس السبيشال بيرسبشن تبع الاركيتكت يعني بيكون فيها مانيفستيشن اكثر بالسكالتشر، لانه بطبيعه التراديمونسيونال فيك تعرف اذا الابروتش تبع اي حدا متلقي عم يقرب على السكالتشر تبعك من انجل معين فيك تقشع. هيدي بيست على تريننج تاخذها من الاركتكتشر. طيب بشاره بتعتبر انه الفن بيعيشك، يعني انت بتعيش من الفن ولا بتشتغل شغل ثاني غير الفن وغير الاركتكتشر؟ انا لوقت كثير طويل ما كنت اقبل بيع، يعني كنت بفضل اهدي ما بيع. لا ما راح يعيشني الفن ومش هيدا ابدا. يعني اللي بيحبوا فنك هلا وعم يسمعوا بينبسطوا انك رح تهديهم كل الاشياء اللي عم تعملهم. لا بيعرفوا صاروا عندهم بيوت. على كل ان احنا بنتمنى انه يصير فنك بكل مكان بلبنان وحتى خارج لبنان. احنا مقابلتنا اليوم رح تكون انا قلت الفيديو تعريفي. سوري تفضل. عم اقول مقابلتنا اليوم رح تكون تعريفيه بحضرتك وببقيه المشتركين، ولكن إذا في شيء بدك تعلق عليه قبل ما ننهي المقابلة تفضل. بس بدي أرجع هيك لأول فكرة أنت قلتها إنه الكومبيتيشن هيدي. أنا قلت بالفيديو وصراحة عنيتها البلاجر أوف جوينينج هو يعني overwhelms كتير إذا كنت رح أربح ولا مش رح أربح. It's a pleasure and it's an honor إنه يكون بلبنان هالقد نحن we're fighting against odds، يعني بوقفوش على البدل قد ما كبار. And still we can have the هيدا leniency إنه نقدر نفوت بهيك مواضيع هالقد كبيرة، دول كتير كبيرة نقدر ننافس معها بالكالتشر. So هيدا نوع من شيء وطني، شيء إنساني، شيء شخصي لإلي. So joining is the aim. ومين إنه إذا ربحت ما رح أزعل، عم حالي يوتوبيا كتير، بس الشباب اللي بحبوا انه يفوتوا بالبزنس مزبوط ليقدروا يكملوا معيشتهم رح يكون كتير مبسوط منه وربح منه. نحن كمان سعيدين بوجودك ونتمنى لك الحظ وان شاء الله على التواصل دائم وبمقابلات اخرى قادمه ان شاء الله. Thank you so much.